الهدف من الموقع ببساطة هو همزة وصل بين التاجر أو المزود في سوق البحرين والمستهلك. وحبينا أن يعني بعض الشركات خصوصا الكبيرة منها عندها مواقع إلكترونية خاصة وتمارس التجارة الإلكترونية منذ زمن حتى قبل ندخل في مكافحة الكورونا، ولكن احنا حبينا ان تكون حبينا ان يكون في موقع شامل ومحتوي على جميع العاملين في سوق البحرين ومن من يرغبون في التوجه الى التجارة الإلكترونية، وربما تكون لأول مرة بالنسبة لهم، وخصوصا اذا هم كانوا ينتمون الى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعندهم محدودية في الموارد المالية أو الموارد الإدارية لتهيئة موقع. فقامت الوزارة بإنشاء هذا الموقع، وقامت بإتاحة الفرصة لهذه الشركات للانضمام إليه من دون أي أجر أو أي اشتراك في سبيل تعزيز التواصل بينها وبين المستهلك في مملكة البحرين، وبإمكانهم الاتصال. وطبعاً احنا حبينا نطلق الموعد تزامن إطلاق الموعد مع فترة إغلاق المتاجر عشان يكون لهم مجال آخر لتسويق بضائعهم أو خدماتهم، ويكون لهم سبيل إنهم يصلون إلى المستهلك أو الباحث عن الخدمة. بإمكان الشركات الانضمام لهذا الموقع بالتواصل مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة، وذلك عن طريق الاتصال بالوزارة أو عن طريق البريد الإلكتروني، وتم تخصيص عنوان مخصص تحت اسم مول mall@moic.gov.bh، ويمكن أيضا وخط ساخن على الرقم 1757-4972، أكرر 1757-4972. والقصد من هذا الخط الساخن أو البريد الإلكتروني أن نستلم الطلبات لإدراجهم على هذه المنصة، وراح تستمر هذه المنصة في المستقبل حتى إن شاء الله بعد ما نطلع من هالجائحة اللي احنا فيها وترجع الحياة إلى أمورها الطبيعية، راح تستمر كوسيلة وكآلية لتسويق البضائع والمنتجات لكل من يرغب أن يستمر في ذلك.